مصطفى محمد واحمد ياسر ريان. احمد ياسر ريان يمكن في وقت الزحمه وتالق مصطفى محمد المستمر وتالق رمضان صبحي امبارح مع احمد ابو الفتوح اتنسى ان هو جاب جون الحسم في وقت صعب جدا. طب شوف احمد ياسر ريان دي نقطه مهمه جدا ان الجهاز الفني نزله في الوقت بتاعه. يعني هو لازم يعرف مثلا نفترض ده احمد ياسر ريان من اللعيبه مثلا والمثل ما بيحبش يقعد على الدكه مثلا ويتضايق، لازم اللعيب يعرف ان امبارح الجهاز الفني نزلك في وقت يلمعك فيه. احنا في اخر 10 دقائق ما عندناش الرفاهيه الوقت ان احنا نعمل الشغل اللي عملناه في ال 35 دقيقه اللي اتلعبوا من الشهر، ما عنديش خلاص ما اقدرش. رمضان صبحي طبعا اكيد تعب، احمد بالفتوح خد يا عيني الطرف ده رايح جاي كتير، فما اقدرش كل شويه اقعد اقول في اخر 10 دقائق ومضغوط بالوقت وعايز اكسب اعمل لي الكلام ده تاني. لا، اسهل حاجه هعملها اشيل لاعب واحط احمد ياسر ريان جاب مصطفى محمد والعب بتو سترايكرز صرحاء واستخدم الكرات العاليه زي ما كنا بنعمل في الشوط الاول طول 45 دقيقه. بالطبع لما انت عملت ده والتكتيك بتاع الكورنر كان فيه تكتيك ان احمد ياسر ريان واخد القريبه تتلعب على القريبه، تستغل ان انت طويل وتلحق تحط الكوره، والاوفر اتلعب بسرعه ما تلعبش بالونه. في فرق شاسع. على فكره الجول الاولاني في او الجول الهدف اللي احنا جبناه في منتخب مالي كان بالونه. نعم. وفنا بيه حارس المرمى بشكل كبير جدا. نعم طبعا. بص كل حاجه يا كريم ايه ليها مكانها. هتلعب بالونه تلعبها بعيد عن حارس المرمى. صح. لعبتها في كورنر سهل جدا، عقبال الكره البالونه بتطلع من عند زاويه الكورنر لغايه منطقه الجزاء حارس المرمى عنده الوقت انه يطلع يمسكها. مظبوط. لكن لو انت لعبتها على مشارف او على نقطه منطقه الجزاء لسه الحارس بعيد ما يقدرش يطلع ياخدها، فهي اللي هي لعبه نسبه وتناسب، لعبه توازنات. فاحمد ياسر ريان كان مميز جدا في الفتره اللي هو نزل فيها جنبيه مصطفى محمد اللي انا ما زلت مؤمن تماما ان هو هيبقى مهاجم منتخب مصر لسنوات طويله. امكانيات لعند مصطفى محمد لا يمتلكها اي مهاجم مصري في الوقت الحالي، ولا في منتخب الشباب ولا في المنتخب الاولمبي ولا في المنتخب الاول. مفيش اي لاعب عنده امكانيات مصطفى محمد، ولازم الولد ده الثروه دي نحافظ عليها واتمنى ان احنا ننميه. انا عايزه هو يحافظ على نفسه. نعم عايزه هو يحافظ على جزء نفسه. طبعا عليه طبعا، يعني دايما النموذج ده وهو هو انسان رائع ومحترم وان شاء الله يحافظ على نفسه، بس هو دايما بيجي لنا النموذج ده في منتخبات الشباب ومنتخبات الاولمبيه وفجاه ما نشوفوش. طب خليني اقول لك بقى ليه بقول لازم ننميها. ليه بقى؟ مصطفى محمد كراجل بيعمل جامب كويس، انا حتى كنت قلتها معاك قبل كده ان هو مثلا قلنا مصطفى محمد طوله 185 سنتي، هو بيقدر يعمل جامب يوصل طوله ل 2 متر و10 سنتي مثلا يعني. لكن مصطفى محمد لسه عايز شغل كتير على الاستلام خارج منطقه الجزاء، عايز شغل كتير على انه يستلم تحت ضغط، عايز شغل كتير على الدريبلينج بالكوره وازاي النهارده يعدي بيها. دي كلها مهارات مش هينفع النهارده يكتسبها مره واحده، دي محتاجه شغل من الجهاز الفني للنادي للزمالك. طبعا محتاجه شغل من المدير الفني للمنتخب ازاي النهارده يوظفها عشان تتواكب مع المنافسين اللي هيواجههم، لان المنافسين المحليين مختلفين عن المنافسين الدوليين. لا اقصده اللعيب لسه صغير، فمش عايزين نحمله ان انت كده في الفاينل فيرجن بتاعتك، لا انت مش في النسخه النهائيه بتاعتك. انت ما زلت عندك مساحه تطور كبير، تطور بدني، تطور فني، تطور ذهني. كل ده لازم نشتغل عليه عشان تاني لو نحن نفتكر في 2001 مع منتخب كابتن شوقي غريب واخدين برونزيه المونديال في الارجنتين، وجيل كنت اعتقد ان هو يعني هيتطور جدا وياخد مصر لحته تانية في كره القدم، بس بعد كده الجيل وقف التطور بتاعه عند البرونزيه، ما حدش طوره. بس صحيح.